حمقاء جامده جدا كنا بنعملها واحنا صغيرين. انا كنت اول حد بعملها ومتاكد ان انتوا كنتوا برضو بتعملوها زي الفانوس اللي كان بيجي لنا في رمضان اللي كان بيقول حلو حلو وحوي والكلام ده. كنا متاكدين ان في حد جوه, في حد بيتكلم جوه الفانوس ده. انا شخصيا كنت اعمل كده, كنت بفتح الفانوس اكسره وادور لو في حد جوه او ما فيش حد جوه. طبعا بعيدا عن يعني بابايا كان بيلطم ويقول فلوسي ضاعت وفلوسي دي كانت فلوس حرام والحاجات دي, بس انا كنت بعمل ده. الموضوع ده كبر معايا من وانا صغير, كان بقى خلاص يعني الموضوع كبر بقى, بقيت واحد كبير ووصلنا لليوم بتاع الليله بتاعه مؤتمر الثانويه العامه بتاعه اعلان الاوائل في الثانويه العامه. طبعا انا قاعد على سريري مستني مكالمه الوزير, محدش بيتكلم. ساعتين ثلاثة المؤتمر بدأ, قالوا أسماء الأوائل, المؤتمر خلص, ما في مش موجود. فإحنا عندنا في الفي آي كانوا الأشخاص اللي عندهم فيجوال إمبيرمنت أو إعاقة بصرية بيقولوا الأول على الجمهورية بس. فأنا العالم كله كان متوقع إن أنا الأول على الجمهورية, خلاص أنا كنت الدحيح بتاع الصحاب يعني. فلقيت إن أنا أقل من الأولى على الجمهورية بنص درجة وبإني حد من الفي آي, فمحدش قال لي اسمي, ما خلاص أنا كنت التاني على الجمهورية بس ما مش موجود. طبعا قعدت زعلان وتمام اوكي والدنيا حلوه لحد ما دخلت الجامعه. فدخلت كليه اعلام شعبه اللغه الانجليزيه جامعه القاهره. اول ما دخلت قالوا لي بص في الواقع انت اول حد يجي عندنا, فانت تزقي معانا الاربع سنين عشان ايه الدنيا صعبه 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 جامد يعني. ودخلت امتحانين وقلت تمام. فانا متداس عليا اصلا خلقه داخل الجامعه وبعد الثانويه وبتاع. اول محاضره دخلتها كانت محاضره سوسيولوجي او علم اجتماع وعلاقته بالاعلام. كان الاستاذ بتاعي بدون ذكر اسماء دكتور خالد جمال. هو انا هقول الموقف ده ان انا بحبه جدا, هو صاحب فضل كبير عليا. اول ما دخلت طبعا كان كلنا انجلش لان احنا الشعب انجلش يعني. فانا بجاوب على سؤال من اسئلته فقال لي I'm sorry, I don't understand your English. نعم يعني ايه انت مش فاهم اللغه بتاعتي؟ طب ايه يعني انا ايه الدنيا؟ فانا رحت جريت على الاستاذه بتاعتي اللي بتدرس لي انجليش في مكان مرموق جدا جدا, وكنت انا الوحيد اللي في الموضوع ده في الكلاس بتاعها, لان انا كل اصحابي سافروا جامعاتهم فانا الوحيد يعني الفي اي اللي قعدت معاها في القاهره. قلت لها انا الانجليزي بتاعي مش مفهوم, الدنيا عندي بايظه. فايه قالت لي كلمه لسه فاكرها لحد دلوقتي بس هي بالانجلش, فانا مش هقولها يعني بالانجلش, هقولها بالعربي. قالت لي لو عايز تبقى راجل خليك زي الرجاله, اتعامل زي الرجاله, خليك راجل انشف كده اجمد. قعدت اذاكر انجلش واكلم نفسي في المرايه ولحد ما الناس قالت ان انا اتجننت, واكلم اي حد اشوفه بالانجلش, حتى الراجل اللي في الشارع, اي حد بقال, اي حد بروح اجيب اي حاجه اكلم الانجليش, الراجل بتاع العربيه في المترو, اي حاجه مش فاهمني بس يعني اوكي. هو واحد بيتكلم انجليزي وخلاص ولا واحد بيقول اي حاجه, مجنون زي ما بيقول ملبوس او مش عارف. فالموضوع استمر معايا وكنت تمام اوكي في الموضوع ده. دخلت تاني سنه اتقال لي بقى انت خلاص الموضوع في تصوير. يا نهار اسود يا جماعه حرام عليك والله العظيم. اتقال لي انت عندنا مادتين تصوير, ماده تصوير وماده صحافه وماده تلفزيون. فاحنا في اعلام يجيب درجات ما فيش اكتر من كده, ما فيش غير كده يعني احنا دحيح اصلا بيقولوا عينا كده يعني. بس طبعا دلوقتي اعلام بدات 77% فقلت بركتها فكده. فالمهم لقيت الموضوع كده فقررت اعلم تصوير. فطبعا فتحت على اليوتيوب وعلى جوجل ومش عارف ايه وكده. طبعا كان كل اللي بيطلع لي قناه يوتيوب الدحيح للمعلوميات عن تيل التكنولوجيا مش عارف الحاجات الغريبه اللي انا مش عارف ناس بتعمل حاجات انا مش عارف ايه ده, يقول لي سكرول داون سكرول مش عارف فين, انا مش شايف يا عم انا بتقول ايه. فانا مش فاهم طب الناس دي مين, الناس دي بتعمل ايه, انا ما اعرفش حاجه. المهم اتعلمت, لقيت حد بيعلم تصوير فوتوغرافي, قلت له وديني معاك لازم اتعلم, فاديني اي حاجه علمني اي حاجه ما فيش. فتعلمت معاه حاجات بالاحساس اللي هو فوتوغرافي باي سنسوري فوتوغرافي يعني بالبركه زي ما بيقول. لحد ما جه وقت
اتعلمت الكليه اساتذتي والناس اللي معايا والتي ايز المعيدين وكده خلاص علموني وبتاع وبقيت يعني وبقيت اعرف احضر اطلع التلفزيون ومش عارف ايه وكده. جه وقت بقى من الاوقات اللي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، كان وقت ان انا اروح ان هم بيسفروا عندنا في منحه دراسيه رحتها لاني كنت متفوق يعني، فكانوا بيسفروا الطلبه الامريكي، فانا ما خدتش الامتحان، ما دخلش الامتحان المفروض اسافر بيه عشان الامتحان فيه مشكله في الاكسبيليتي. فالفكره بتاعت الاورينتيشن بتاعتهم كانت الاشخاص الموجودين فيها اتنين، اشخاص ليهم الفيزا ان هم يسافروا واشخاص عشان الفيزا كانت قليله فمش هيسافروا، وانا دخلت ما كنتش معزوم اللي هو ايه اللي جابك عندنا. فدخلت في الاخر وقلت لهم يا جماعه طب ايه الدنيا انا ايه، قالوا لي احنا والله في الواقع الموضوع الحكايه البتاع احنا مش عارفين، انت مش معمول حسابك عندنا هنا، انت مين يا عم، انت اللي جابك هنا اصلا. فلقيت الدايركتور المديره بتاعه البرنامج قلت لها طب انا جبت سكور حلو جدا في الانجليش وعاوز اسافر، يعني انا المفروض اخد فرصتي مش عشان انا في اي او عندي ديسابيليتي او كده ان انا استبعد من الموضوع ده. فقالت لي طيب هنشوفه مش عارف ايه وكده. بعد 10 ايام لقيتها بتقول لي مبروك انت هتسافر امريكا في جامعه الينوي في يو اي ما علينا الجامعه نسيت اسمها مش مشكله، الينوي اربانا شامبين ما علينا. فجيت يوم المطار فتقال لي كلميني في التليفون والله حسين في الواقع انت هتسافر لوحدك والناس هناك في امريكا خايفين مرعوبين مش عارفين الدنيا هتبقى عامله ازاي. فانا يعني ايه مش هسافر ايه الدنيا. فلقيت والله بص انت تسافر وربنا معاك بقى هناك تقضيها وبتاع. انا كنت اول مره في حياتي اسافر بره مصر لوحدي، سافرت ورحت ادرس اول كورس ليا كان تلفزيون هناك، لقيت الدكتور بيقول لي بص في الواقع انت اول واحد تيجي عندنا. يا نهار اسود، وانا سبتها هناك في مصر اول واحد اجي عندكم ليه؟ طب هناك قلنا طب ماشي اوكي انا اول واحد ونصيب وظروف والبتاع، انا هنا ايه الدنيا؟ قال لي طب بص انا مش هعرف اديك الكورس تاخده معايا ككريدت، انت هتاخده معايا عادي تدخل معايا وتبقى معايا في القناه وبتاع بس من غير درجات. قلت له طب ماشي انا ما عنديش مشكله وهاجي، وكل يوم كان كل يوم جمعه كنت بروح القناه الرسميه اشتغل معاه لحد ما في الاخر الحمد لله عملت فيتشرز كتير قوي وطلعت في مؤتمر كبير جدا كان تيدكس في جامعه في تكساس، وكانت اول تيدكس ليا وكانت باللغه الانجليزيه، يمكن انا مبسوط قوي ان انا معاكم النهارده باللغه العربيه. رجعت مصر وحاولت احسن بقى الحاجات اللي انا بوظتها دي كلها اللي انا كنت بدور عليها ومش عارف اعمل حاجه وجرب كل حاجه كنت بجرب جديد. هاو فيجوال امبيرد كان مش عارف اعمل ايه وما لقيش، هاو فيجوال امبيرد كان ايديت فيديوز ما بقى على الله صحرا مفيش. فانا قلت طب انا لازم اعمل حاجه، عملت مشروع صغير انا واصحابي اسمه SDS Egypt، دلوقتي الحمد لله بقى شركه بتصنع اول شركه في الشرق الاوسط بتصنع اجهزه مساعده لذوي الاعاقه. وفاكرين قصه الانجليش اللي انا خدتها في الاول، قصه الدكتور اللي قال لي الكلام ده، يمكن انا بقول قصته ليه، انا دلوقتي الحمد لله يا رب على مدار سنتين قدرت ان انا اخد منحه يعني فند المنحه ل 1000 طالب يدرسوا انجليش، للطالب الواحد $3,000 في المنحه دي. فكان الحاجه اللي الكلمه اللي اتقالت لي قبل كده ان انا مش ان انا اللغه بتاعتي ما كانتش مفهومه، على فكره كانت اللغه بتاعتي مش مفهومه، يعني انا سمعت الفويس نوتس اللي انا كنت بقولها للدكتور بتاعتي اللي كنت بشتكي لها انا كنت فاهم حاجه بعد كده طبعا لما اتعلمت، بس كان يمكن ربنا خلاني سبب ان انا اعمل حاجه لحد تاني او خلاني يحصل لي ده عشان اعمل حاجه لحد تاني. في الاخر هقول لكم دايما كنت اقول حاول تفتكر كل الحاجات اللي حصلت لك وانت صغير وانت قبل ما تنجح وقبل ما تعمل اي حاجه عشان لما تنجح ولما يبقى عندك حاجه تقدر تتكلم عنها الحاجه دي الحاجه الوحشه اللي كنت عملتها قبل كده. اخر حاجه هقولها بس هقولها مش بالعربي بالانجلش ان انا مش عارف اترجمها جوجل ترانسليت هبقى بايظ جدا. الحاجه دي بتقول اللي هي كوت انا حاببها جدا هي every failed experiment is one step closer to success. اي تجربه صعبه تقريبا صح كده مترجم صح، هي اي تجربه صعبه هي خطوه بتخليك تنجح. شكرا جدا، اسف اني طولت عليكم.